لحظة، اليوم ما عندنا معلومات عن الموضة، اليوم عندنا امتحان بالمعلومات الأساسية بالموضة. امتحان 10 أسئلة من 10 درجات، تجاوب على 3 أسئلة تحصل على 3 درجات من 10، تجاوب على 6 أسئلة تحصل على 6 درجات من 10، وهكذا. بنهاية المقطع تلقون الأجوبة الصحيحة، تحسبون كم جواب عندكم صحيح وتعلقوا لي بالتعليقات ايش قد حصلتوا درجات من 10. سؤال اول، بحفلات الزفاف والمهرجانات شنو يفضل نلبس، البدله الشبه رسميه او التوكسيدو؟ السؤال الثاني، البدله التوكسيدو شنو يفضل تلبس وياها، الفيونكة او ربطه العنق؟ السؤال الثالث، البدله التوكسيدو شنو يفضل تلبس وياها، حذاء جلد رسمي او حذاء شامو؟ السؤال الرابع، ساعه الابل يصير نلبسها ويا اللبسات الرسميه او فقط ويا لبسات السبورت؟ السؤال الخامس، كم عدد الاكسسوارات اللي يصير نلبسها بالايد، 3 واكثر من 3، 2 واقل من 2؟ السؤال السادس، حذاء التوب سايدر نلبس وياها الجواريب الطويله او جواريب القدم؟ السؤال السابع، لما نكون لابسين بدله شبه رسميه او بدله توكسيدو نلبس جواريب قدم او جواريب طويله؟ السؤال الثامن، يصير نلبس قميص وسترة ونطلع القميص لبرا؟ السؤال التاسع، هاي الصوره كاجوال او رسمي او شبه رسمي؟ السؤال العاشر والاخير، يصير نلبس النظارات الشمسيه داخل الاماكن المغلقه لو ما يصير؟